تزوجت الممثلة المصرية نيلي كريم امبارح بنجم الاسكواش هشام عاشور بعرس حضروا العديد من الفنانين، ابرزهم الفنان عمرو دياب، الفنانة كارول سماحة، الممثل احمد السقا وغيرهم. واختارت لهالمناسبة فستان بسيط تميز باناقته بطرحته الطويلة وتطريزاته والوردتين الكبار على الكتاف، وانتشر العديد من الفيديوهات والصور من هالمناسبة السعيدة. صدرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجام الترند على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تلقيها التهاني من محبينا لما عرفوا بفوزها بجائزة الميراكس دار عن دورة بمسلسل 2020، وبلشوا يبعثوا لها التهاني وأشادوا بحرفيتها وأدائها كممثلة وجمالها، واعتبروا إنها بتستحق الجائزة عن جدارة. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للممثلة الكويتية هيال شعيبي ظهرت فيه هي وعم بتأكد انها رح تطل قريبا على الممثلة الكويتية الهام الفضالة لترد عليها، وقالت مش وقته اطلع رد على يلي عم بتكذب على جوزها، عادي تطلع وتكذب على السوشيال ميديا وانا مش رح اطلع وافتح سناب واقعد رد، واذا بدي احكي رح اطلع ببرنامج واحكي كرمال للناس تفهم تسأل وجاوب. وكانت إلهام اتهمت هيا بالإساءة لسعودية وقالت إنه طلبت منها سابقاً إنها تعتذر بس هيا ما قبلت، وقالت إلهام كمان إنه كانت صديقة وفية لهيا بس هي ما استحقت هالموضوع. تتصدر الناشطة السعودية رهف القانون اهتمام الجمهور خصوصا من وقت ما انتشرت قصة هروبها من عائلتها يلي كانت عايشة بالكويت، وما اكتفت رهف بالهرب من بلدها بل خالفت عاداته وتقاليده وخلعت الحجاب وصدمت متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بصورها الجريئة من وقت وصولها على كندا، وحبلت من حبيبها من دون زواج وتركت بنتهم. وتساءل المتابعين حول شكلها لرهف قبل هروبها من السعودية، فانتشرت صورة قديمة إلها لما كانت محجبة ملتزمة بالملابس المحتشمة بإطلالتها. نقلت مقدمة البرامج اللبنانية الإعلامية كارلا حداد على المستشفى ونشرت صورة إلها هي ونايمة على التخت وقالت إنها تعرضت لتسمم غذائي، وعلقت التسمم هو عنوان المرحلة، الله يخدن كلن يعني كلن وكل واحد بدافع عنن أي واحد منن. وضح الممثل المصري احمد العوضي تفاصيل تدهور الحاله الصحيه لمرته الممثله ياسمين عبد العزيز وهدد يلي تسببوا بالموضوع بالقضاء وقال انه يلي صار اهمال، وكتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي يلي صار من تسبب واهمال وتخاذل وتراخي بحاله ياسمين رح احكي عنه من بعد ما تتعافى وتخلص من هالازمه الصحيه، القانون المصري رح يحكم بيني وبين المتسبب بيلي صار وما تفكروا انه صمت نسيان بل لكل حادث حديث. أفادت مصادر صحفية إنه الممثلة جينيفر أنستون والممثل ديفيد شويمر عم بيقضوا وقت كتير سوا من بعد ما اجتمع الطاقم التمثيلي لمسلسل فريندز بحلقة استثنائية، وهيدا يلي أدى لانتشار تكهنات واسعة النطاق إنه علاقة الحب يلي جمعتهم قدام الكاميرا انتقلت للحياة الواقعية، وكان كل من جينيفر وديفيد اعترفوا للمرة الأولى إنه انعجبوا ببعضهم خلال تصوير المسلسل بحلقة لم الشمل، وهلأ قرروا يقضوا وقت أكتر سوا. كانت معكم بموجز الفن ماري لورد سمعان. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكم كل جديد.